احتلت المركز الثامن. بالمقابل اللاعبة التايلاندية التي ترتدي الواقي الأحمر هي يعني لاعبة صغيرة بالسن، بعد ما بلغت ال 18 سنة من العمر، من مواليد 16 من أكتوبر 1990، وهذا حضورها العالمي الأبرز حتى الآن بمسيرتها الاحترافية القصيرة. نعم، ثلاث جولات، دقيقتين الجولة الأولى. في هذا الوزن التايلاندية في 2004 فازت بالبرونزية بعد الكوبية وتشاينيز تايبي. في هذه الدورة نجد هذه اللاعبة صغيرة السن، طبيعي جدا، ربما لأنها كانت حاضرة أكثر من زميلتها السابقة. على فكرة التايلاندية هذه ليست هي التي ترشحت إلى الألعاب الأولمبية، هناك لاعبة ثانية هي التي ترشحت، ولكن هذه حاليا تمثل، والعديد من الدول هناك لاعبين يترشحون الى يعني شفنا باكثر من مسابقه، واشهر اللاعبين اللي كانوا الكل ناطرينه برفع الاثقال حسين رضا زاده اعلن اعتزاله قبل 10 ايام، وتم تغييره باللاعب شريفي اللي شارك مكانه. ممكن يعني تعطى هون تعطى الان او سي او الناشونال اولمبيك كوميتي، اللجنه الوطنيه الاولمبيه، تعطى مقعد في بطوله العالم. اذا صاحب هالمقعد المسمى اصلا لم يشارك لسبب معين، لسبب جوهري، يتم الاستعاضة عنه بلاعب آخر. في رياضة التايكواندو كل لاعب يترشح يتأهل إما في التصفيات الدولية التي صارت في مانشستر أو في التصفيات القارية لكل قارة على حدة. يقع يعني قبل أيام عديدة من دورة الألعاب الأولمبية بعث كل بلد ترشح في الوزن كذا كذا، ليس اللاعب هو الذي تأهل، وإنما البلد هو يمنح الذي المقعد. بالضبط، يمنح المقعد للبلد، وإذا أراد ذلك الإطار الفني أن يحافظ على نفس اللاعب يترك المجال للاعب ذلك اللاعب ليشارك، وإذا رأى في أنه هناك لاعب ثاني في ذلك الوزن أفضل منه، وكذلك خاصة الكوريين، يعني بصراحة دائما اللاعب الذي يتأهل لا يشارك في الألعاب الأولمبية. طبيعي مفارقة جدا، ليست مفارقة وإنما حسابات تكتيكية. نعم. لأنه نحن مثلا في